بتاعت النهاردة اللي هي بنتكلم على نظم الحديثة، نظم وأساليب الحديثة في صيانة تشغيل مشروعات قومية. ده بغرض ان احنا بنلقي الضوء ايه اللي بيتم في الدول الأجنبية، واحنا ايه الجاب اللي موجودة حاليا بين مصر وبين الدول دي، وازاي ان احنا نطور من انفسنا. واحنا عندنا طبعا مشاكل كتيره جدا، الناس اللي بتنتج تحت بير السلم والكلام ده كله، وده اللي بيضر بالشعب المصري. الهدف الاساسي ايه؟ ان هو تفعيل القانون وتحسين اداء الخدمات المقدمه للمواطنين في الاخر. ما في الاخر احنا كخدمه مهندسين اغلب شغلنا بيقدم خدمات للمواطنين، فده هيساعد في الموضوع. والله يعني انا بعمل محاضره في النقابه، والنقابه هتتبنى مفروض الكلام ده، وهي بقى تتكلم بقى مع الكيانات الحكوميه بحيث ان احنا نشوف ازاي نحط آلية للتفعيل.